كان من المعتاد دائما انه تشكيله يوفنتوس يبقى فيها نجوم العالم، افضل لاعبين في الكوكب، زين الدين زيدان، ديل بييرو، تريزيجيه، اسماء كثيره عديده، عاد بيرلو، كل الاسماء العظيمه اللي عدت على اليوفي كان دايما، وطبعا بوفون، كل الاسماء العظيمه دي دلوقتي الاسماء اللي موجوده معظمها صغيره في السن. ليه يوفنتوس الان لا يحتوي على افضل اللاعبين في العالم؟ في هذه اللحظة الفرق الإيطالية الدوري الإيطالي خسر بعض اللعيبة ورحلوا إلى الدوري الإنجليزي، ونشكر أيضا الأموال التي تم دفعها في الدوري الإنجليزي، استطعت أن تشتري بعض اللعيبة من الدوري الإيطالي. أعتقد الآن أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم، ولكن الدوري الإيطالي يتحسن بشكل ملحوظ. أعلم أن هذا السؤال كبير بعض الشيء، ولكن لازم أسأله لك. في وقتك، في وقت جيلك، كان الدوري الإيطالي هو الدوري الأفضل في العالم والأقوى في العالم، لماذا تراجع الدوري الإيطالي بهذا الشكل في السنوات الأخيرة؟ لا أستطيع، لا أعرف بالضبط. أعتقد أن الدوري الإيطالي في الأيام الماضية كان يحتوي على لعيبة كبيرة، على فرق كبيرة، كان يحتوي على مهاجمين من الطراز الأول، ولكن لديهم القوة والكاريزما، ولكن ولكن في النهاية أقدر نقول نحن لا نستطيع أن نهاب أو نخاف أي فرق. نحن الآن برضو تفضل الفرق الإيطالية هي الفرق الإيطالية، لا يستطيع أن يتم تغييرها حتى لو كانت تعاني بعض الشيء. المنتخب الإيطالي بعد تألق كبير في بطولة اليورو يتراجع بعض الشيء في التصفيات، يلعب ملحق في تصفيات كأس العالم، والوضع بالنسبة له متأزم. في نفس التوقيت نحن نبحث الآن للمنتخب الإيطالي عن مهاجم وصل لإيطاليا أو وصل بحال المنتخب الإيطالي، أنه يستدعي ماريو بالوتيلي مرة أخرى لقيادة هجوم المنتخب. نستطيع أن نقول أن إيطاليا تعاني مع الفرق، ولكن أيضا ولكن المنتخب الإيطالي يستطيع أن يصل لكأس العالم حتى لو كان ليس لديه المهاجم من الطراز الأول، ولكن يوجد بعض الصعوبة ولدينا اللعيبة الممتازة التي نستطيع أن نكسب بها ونستطيع أن نطلع بها، أن نصعد بها إلى الأمام، ونستطيع الدخول في كأس العالم. مين في رأيك أفضل لاعب إيطالي في الوقت الحالي؟ يوجد كثيرين من اللعيبة المهمين. أمين بياتشي بالنسبة لي، سؤالي اللي جاي ليك يخص ويعجبه كثير ديليت، انه لاعب جميل جدا في الدوري الايطالي الان.